عالم المعرفة إمدي سافوغ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا كيفاش نختاروا المتصفح ديالنا الافتراضي، يعني النافيغاتور بار ديفو، كيفاش نختاره فرايوس 14. هذه المسألة ممكنة، يعني ممكن أننا نختاروا متصفح افتراضي من غير سفاري، يعني ممكن كروم لحد الآن بالنسبة للنافيغاتور اللي عارفهم كاين كروم وكاين فايرفوكس. أوبرا مازال لحد الآن، أوبرا تاتش مازال لحد الآن. المهم دار ميزاجو هذه واحد اليومين ولكن مازال ما توافقش مع لايوس 14. الشروط اللي كاينة تكون عندك لايوس 14 ويكون التطبيق النافيغاتور يعني داروا له التوافقية مع الايوس 14. الوغ واتساب، ندخلوا الواتساب نشوفوا عندي تما واحد لو ليان، نكليكيو عليه نشوفوا واش فيه. واتساب انفو دو جروب بوتون ميديا سيليكسيوني دوك سيليكسيوني بوتون سي موسي http://envisiondetaprofil.com/. نكليكيو عليه غادي يدينا ديريكتومون سفاري. سفاري بوتون تراي ريشارجي اد اوبسيون دو ميز ان فورم بوتون. يعني هنا انريجستريمون شارج دو لا باتري اوريون ريفينير ا واتساب. فوالا رجعنا للواتساب. بون دابا غادي نمشيو نشوفو كيفاش نديرو نغيرو النافيغاتور ونرجعو لهنايا باش نضغطو عاوتاني على هاد لو ليا. نمشيو نمشيو للريغلاج تويتر انست راديو ريغلاج. ندخلو للريغلاج ريغلاج وعندنا الاختيار يا اما نمشيو للكروم مود مود وي فاي نو كونيكت ران 8 ا 20 سور 100 ران 18 ا 30 ران 28 ا 40 ران 39 ا 40 كليك بوار بوتون كروم بوتون. فوالا كروم نكليكو على كروم. كروم peut accéder à en tête voilà. Siri donner cette app du navigateur par défaut Safari bouton balayer le app de navigateur par défaut cliquez عليها Firefox voilà app du navigateur par défaut Chrome bouton de app du navigateur par défaut en tête voilà. هنا كنلقاو Firefox sélectionner Safari Safari هو اللي راه سيليكسيوني Chrome اوكي Chrome. alors حنا اي نافيغاتور اختارينا هنايا هو اللي غادي يولي باغ ديفو. الوغ سيليكسيوني سافاري فايرفوكس سيليكسيوني فايرفوكس. يعني دابا هكا راه عينا الفايرفوكس هو كيما كنقولوا لو نافيغاتور باغ ديفو. الوغ غير باش ما نضيعوش الوقت وباش ما نزيدوش في هذا، يعني حتى فايرفوكس فاش غنمشيو غادي ندخلوا ليه غادي نلقاو كروم بوتون دو رتور كروم العمليه لونغ بريفيري اب دو نافيغاتور باغ ديفو فايرفوكس. يعني غنلقاو هاد الجملة هادي اب دو نافيغاتور باغ ديفو وغادي نلقاو مع جنبها النافيغاتور اللي حنا معينينو حتى في الفايرفوكس. بالنسبة للنافيغاتور الاخرين اوبرا كيما قلت لكم مازال ما توافقش، ولكن بالنسبة للفايرفوكس دابا راه كاين للنافيغاتور الاخرين مازال ما شفتش. يعني اي نافيغاتور دابا توافق مع الاي او اس 14 غادي نلقاوه يعني بهاد المسألة هادي. نمشيو نرجعو للواتساب données réglages WhatsApp activé voilà. WhatsApp دابا WhatsApp info du groupe bouton de retour média sélection doc sélectionner bouton ce mois-ci http://envisiondeta.fr/.com/. avertissement WhatsApp souhaite ouvrir Firefox. voilà حنا كيما لاحظتوا كيقول لك الواتساب باغي يفتح الفايرفوكس. annuler bouton ouvrir ندير ouvrir يدينا directement le Firefox. Firefox adresse barre كيما لاحظتوا ادانا الفايرفوكس. يعني دابا اي ليان بركنا عليه غيدينا الفايرفوكس. ممكن اننا نختاروا كروم فهاد الساعه هادي لحد الان، المهم لي نافيغاتور اللي انا مجربه ممكن اننا نختاروا كروم ونتموا العمليه. يعني المساله واضحه. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.